والعليم بحال كل راكع وساجد، انت الموجود قبل الوجود وانت لكل موجود واجد. صلاة وسلاما على شجرة الاصل النورانية ولمعة القبضة الربانية وافضل الخليقة الانسانية واعظم الصورة الجسمانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مسك الختام لشيخ القضاء السيد المستشار حمدون ابو عمر، وهذه التلاوة القرآنية لفضيلة القارئ العلم الشيخ طه محمد النعماني قطب وعلم دولة التلاوة باتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أطلع الغيب أطلع الغيب أم اتخذ سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. صدق الله العظيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم
سيدنا بنفتح عليك يا رب. وقالوا اتخذه الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد الذين آمنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قبل وكم أهلكنا قبلهم من قبل وكم وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا وتكبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة.
قلوب يومئذ واقفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فكذب وعصى ثم أدبر
صدق الله العظيم.